بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله علينا انطلاقة شوطنا الثامن بمجموع هذه الأشواط. الشوط الثامن يحمل فئة الجعدان. تابعنا الشوط الماضي ذهب مع حدث سعيد بن سالم بن رصاص العامري 4:53. تهانينا والناموس نسير مع هذا الشوط وننطلق مع هذه الأسماء والشعارات الحاضرة والمنطلقة الباحثة عن الفوز والانتصار. نتابع الصدارة والمركز الأول. يتقدم شاهين حمد بن مبارك بن دحروي العامري، بينما ننتقل إلى المركز الثاني. المركز الثاني هناك عجيب، الشيخ ذياب بن محمد بن ركاب العامري، بينما ننتقل إلى المركز الثالث يتواجد الشاعر عبد الله بن مبارك بن عامر الأحبابي من يقدم لنا الشاعر، بينما المركز الرابع يتقدم هناك القادم سمهوي سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي، بينما المركز الخامس هناك شاهين عمر بن سالمين بن فرج الكثيري، بينما المركز السادس سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي، والمركز السابع وصل بهذه اللحظات القادمة التبر محمد بن سالم بن لوتية العامري. ما شاء الله، يا هي أسماء يا هي شعارات. وصل ميراج أحمد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي، وهناك الشعارات القادمة، الشعارات والأسماء القادمة بهذه اللحظات. يتقدم أيضا اللي هو شاهين عبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني. هذه النتيجة. نعود إلى الصدارة ونعود إلى المركز الأول إلى مقدمة الشوط. الله 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 يا المثيمني، غير مع الصدارة شاهين عبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني. من يقدم لنا شاهين؟ السلالة الشاهينية على مقدمة الشوط وعلى الرقصة الأول. هنا ينطلق ويبحث عن الفوز والناموس، بينما المركز الثاني ميراج أحمد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي هنا قادم. المركز الثالث يتقدم لزام محمد الرصاص بن سالم العامري، يقدم لنا لزام. المركز الرابع هناك الوصول من الفارس سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي. المركز الخامس وصل بهذه اللحظات رايق سعيد بن محمد بالشرقي العامري، الدكتور سعيد بن محمد بالشرقي قادم مع رايق. الكيلو الخطير يا متابعين بدأت السرعة، بدأ الانطلاق، بدأ شاهين عبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني. من يقدم لنا شاهين على مقدمة الشوط على الصدارة؟ يبحث عن الفوز، يبحث عن الناموس، يتليه في المركز الثاني اللي هو لزام محمد بن رصاص بن سالم العامري. ما شاء الله تبارك الله، ياهي سرعة، ياهو تحدي، ياهو صراع مع الحقائق. شاهين مع الصدارة، شاهين المثيمني عبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني. ولكن بسم الله، الله لزام محمد بن رصاص بن سالم العامري. أهالي الساد بالفعل ينطلقون في ميدانهم. أيضا نجم الساد يقدم لنا لزام على الفوز، لزام مع الناموس. سلام لمحمد بن رصاص بن سالم العامري، واسعد الله صباحك بكل خير.
مع لزام تهانينا. والناموس المركز الثاني كان فيه اللي هو شاهين بشعار عبد الله بن سلطان المثيمني. المركز الثاني شاهين احمد بن سعيد بن مبارك بن عايد الاكتبي. المركز الرابع حامل رقم واحد اللي هو الفارس سعيد بن حمود الثعلب بالدرعي. المركز الخامس جاير بشعار محمد بن عبد الله بن بدر العامري. هكذا التوقيت الزمني 4:46 سجل معنا رصائد ايضا اللي هو لزام بالفعل لزام بشعار محمد بن رصاص بن سالم العامري. تهانينا والناموس والتهنئة لجميع الفائزين بالمراكز الأولى.